عليكم. اليوم من معرض محمد فؤاد وتنك راح نراويكم مجموعة من الأجهزة الكهربائية. راح نبدأها بهذا الأوتي الماليزي المنشئ، هذا بدون بخار من شركة باناسونيك، سعره 55,000. الميزة مالته انه هو ما يسوي لمعة اثناء الكوي، وايضا هو وايرلس. شنو يعني معنى وايرلس؟ يعني بالامكان انه انت ترفعه مثل ما واضح بالصورة، ترفعه ويعني تكوي الملابس ويرجع مرة ثانية هاي القاعدة مالته ويبدي يسخن على ما يعني تقدر تكوي به مرة ثانية. هذا مثل ما ذكرنا سعره 55,000، ومنشأ ماليزي والجودة مالته عالية والكفاءة أيضا عالية.